المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الدوحة الأستاذ خليل المقداد، الكاتب والمحلل السياسي السوري. أهلا بكم أستاذ خليل إلى هذه الجولة الإخبارية. القصف الروسي المكثف على إدلب، قالت روسيا بأنه انتقام لإسقاط الطائرة الروسية، أين ذهبت اتفاقيات خفض التصعيد؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. حياكم. يعني هذا التصريح الروسي يا سيد الكريم والسادة المشاهدين والمستمعين الكرام يدل على حقيقة واحدة، وهي أن روسيا التي تدعي أنها دولة عظمى ليست سوى دولة مارقة مجرمة ارتكبت كافة أنواع الجرائم بحق الشعوب المسلمة، وكل جرائمها، معظم جرائمها على مر التاريخ وكل انتصاراتها تحققت على حساب مجازر أو بفضل مجازر ضد الشعوب الأخرى ومعظمها مسلمة. الآن خفض التصعيد، من المفترض أن تكون روسيا وإيران وتركيا هما الرعاة الرسميون والمراقبون لهذه المناطق ومنع أي تصعيد، بينما نشاهد أن النظام يقوم بشن الغارات وبمساندة أرضية من الميليشيات الشيعية وإسناد جوي من الطيران الروسي. تركيا منغمسة في مستنقع عفرين أيضا، ويبدو أن هناك تفاهمات بأن تغض روسيا الطرف عما يحدث في عفرين وتغض تركيا الطرف عما يحدث في إدلب وحماة. الآن ونحن نتحدث لدينا أكثر من 100 شهيد وجريح في الغوطة الشرقية في عربين وفي مناطق أخرى، يعني هذا مؤشر على أنه لا يوجد هناك مناطق تصعيد، لا يمكن للمجرم أن يكون قاضي وحكم في نفس الوقت. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعمل وفقها. لا، ليست الغارات الروسية فقط هي التي تشهدها الساحة السورية، حيث النظام قام بقصف لمدينة سراقب أيضا بغاز الكلور. يعني هل تتوقع أن يكون هناك موقف دولي من عملية القصف بغاز الكلور لمرة إضافية بعد المرات العديدة التي قام النظام بقتل الكثير من المدنيين بالأسلحة الكيميائية؟ لا ابدا، هذا يؤكد تواطؤ المجتمع الدولي واولهم اصدقاء الشعب السوري وما يسمى بمسلمين وعرب. يعني بعض الدول العربيه يا سيد الكريم تمول الحمله الروسيه، تمولها ماديا وتدفع تكاليف ما تلقيه روسيا من 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 اسلحه ومن ذخائر وقنابل على الشعب السوري، وكذلك امريكا. يعني لا نبرئ امريكا، امريكا في الشرق وروسيا في الغرب وفي الجنوب، التبادل ادوار. وبالتالي اذا لم يكن هناك موقف عربي، العرب منغمسون في هذه العمليات، بعضهم يشارك بطائراتهم، يعني هناك دول كالاردن والسعوديه والامارات تشارك بطائراتها في قصف السوريين، لذلك ما الذي نرجوه من هؤلاء؟ يعني انظر انت الى المساله يعني الان، هل هناك اتفاق يعني على ان تبقى الحاله السوريه على ما هي عليه وان يقتل المزيد من المدنيين في سوريا برايك؟ بي 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 يعني الهدف الرئيسي هو اخضاع الثوره السوريه، اخضاع الشعب السوري وجعله عبره لمن يعتبر، وما سماحهم لنظام الاسد او الاقليه النصيريه بان تقتل وتدمر على مدى 7 سنين دون أن يكف يده أو يزود المعارضة، فصائل المعارضة بأسلحة مضادات جوية، هذا دليل على هذا التواطؤ والتآمر. وانظر الآن لو عدنا بالتاريخ إلى بدايات الثورة، لو وجدنا في الأعوام الأولى أنه قد تم سحب ما استولى أو ما غنمه الثوار من مضادات طيران، يعني في درعا حصل هذا، في حلب عندما سلمت حلب سلمت معها مخازن مملوءة بالصواريخ والأسلحة لنظام الأسد. هذا يؤكد أن هناك تواطؤ ليس فقط عربي أو إقليمي، هناك تواطؤ فصائلي، لكن هذا لن يثني الثورة السورية والشعب السوري المسلم على المتابعة والإصرار حتى النصر، شاء من شاء وأبى من أبى، طالما أن هناك مجاهد رفض أن يستسلم. يعني الآن مع هذا الوضع أستاذ خليل، ما هي الخيارات المتبقية أمام الشعب السوري في ظل ما يحدث معه؟ يعني للأسف نحن خياراتنا محدودة أخي الكريم، خياراتنا محدودة، ونحن يعني لا يمكنك أن تحقق تغييرا ولا أن تصنع مستقبلا بأنصاف ثورات وأنصاف معارك، فإما أن تستسلم للأمر الواقع وتسير مع القطيع وترضى بحياة الذل والخنوع، وإما تكمل مسيرتك حتى وإن قالوا عنك إرهابي ومتطرف، لأن هذه التهمة التي ألصقوها بكل من يدافع عن حق
عن عقيدته ووجوده، يعني أصبحت تهمة شائعة لكل من يرفع صوته ضد هذا الظلم، وهذا يدعون محاربة الإرهاب بينما هم يسمون ويرملون عشرات الألوف من الأطفال والنساء، يهجرون ويقتلون ويدمرون ثم يقول لك محاربة الإرهاب. هم يصنعون الآن أمة جديدة لن تعرف سوى الثأر والانتقام بما أصابها. نعم، وصلت الفكرة الأستاذ خليل المقداد، الكاتب والمحلل السياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.